السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق، مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة تحليل لأداء المشاركين في تحدي الكبار الأول. المقطع الأساسي كان لسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل، والمقطع كان صعب. صعب، لكن عندنا 70 واحد جابوه بشكل كويس جدا. من أصل كام؟ من أصل 6500. طيب، هل في ناس من 6500 دول اقتربوا من الصح؟ يعني في غير 70، في ناس عندها يدوب خطأ واحد، هفوة واحدة، حاجة بسيطة. لكن زي ما اتفقنا في البداية، في شروط التزمنا بيها على كل بلا استثناء. فإحنا عاملين الفيديوهات دي بناء على طلبكم، وهو إننا هنحلل أداء المشاركين في التحدي. هناخد كل فيديو 5 مع بعض، بحيث ان انا اسهل عليكم عملية التصويت، وتكونوا عارفين كل واحد اداؤه عامل ازاي. تعالوا نبدأ مع بعض على بركة الله. اول مشارك اسلام حسنين الشرقاوي من المنوفية، تعالوا نسمع. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حلوة قوي، لكن في وانصرنا ما كانتش أفضل حاجة، مش بالظبط يعني، والنفس كان قصير شوية. فهزموا بإذن الله. قرار جميل، لكن النزول برضو مش بالملي، مش بالظبط، لكن صحيح، وقراره دون الأخذ في الاعتبار المحاكاة رائع جدا. بسم الله ما شاء الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله، جميل. عربه حلوة، مترتبة كويس، وقفل الجواب كويس. الهمس بتاع الكاف بس ما كانش ظاهر كويس. ده المشارك الأول. المشارك الثاني الشيخ محمد أشرف سلامة من الشرقية، نسمع. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا كويس، لكن ولما ما كانتش معفوقة كويس يا شيخ محمد. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كويس، النفس زنقك شوية، وربنا ما كانتش برضو مظبوطة بالملي. فهزموهم بإذن الله. كلمة فهزموهم الرجعة ما كانتش مظبوطة قوي، لكن برضو قرارك جميل. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. جميل، حلو، أديت الجملة الأخيرة بشكل كويس جدا، الله يفتح عليك. هي كانت سريعة شوية لكن مظبوطة. المتسابق الثالث الشيخ أحمد شويهي من السعودية. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا جميل، أدى الجملة الأولى حلو.
صوته من الأصوات الحادة، فهو بيقول من فوق شوية: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله، حسيت في الكافرين انك انت نفسك قرب يخلص، لكن اديتها ممتاز. فهزموهم بإذن الله. فهزموهم فيها دروب بسيط، وبإذن الله القرار بتاعك كان عايز يكون راسي أكتر من كده. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله، حلو، ممتازة، لا تعليق. اللي بعده الشيخ أيمن عادل الصباغ من الشرقية، نسمع. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا. جميل، هو مش نفس الجمل النغمية، لكن متمسك بالقالب المقامي ومتمسك بالأفلات المظبوطة، لكن الجملة النغمية مختلفة شوية والريتم سريع شوية. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله، من أفضل المجموعة الخمسة بتوع النهاردة يعني اللي أدى هذه الجملة، حلوة جدا، وبسم الله ما شاء الله صوته جميل، صوت يطرب. فهزموه بإذن الله. الله، كويس، مش 100% برضو، لكن وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله، برضو مش الجملة النغمية 100%، لكن أداءك ليها يا شيخ أيمن رائع، أحسنت، عافق الجمل بتاعتك كويس. المتسابق الخامس الشيخ نور الدين الحداد من محافظة البحيرة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا. الله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جميل، العربة في قالوا كانت برا شوية، وفعلينا كانت برا شوية برضو، لكن أحسنت، جبتها صح. فهزموهم بإذن الله. كويس، قلل المد عشان ما يبانش الركوز ضعيف، ذكاء منه، لكن احنا عايزينها زي بالظبط.
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. كويس جدا، أحسنت، ما فيهاش تعليق. كده الخمس متسابقين أمامكم، ساعدتكم في إظهار كل واحد. المفروض إن أنت تختار من الخمسة دول واحد علشان يكمل باقي التصفيات إن شاء الله. اختار من الخمسة دول واحد. بعد الفيديو ده هننزل تصويت، حضرتك تختار من الخمسة واحد. اتفقنا؟ طيب التصويت هيكون ازاي؟ التصويت هيكون في جروب ألحان السماء اللي أنا هحط لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. هتخش معانا في الجروب، هينزل تصويت فيه الخمس أسماء. اختر من الخمس أسماء اللي عجبوك، يعني أنا عجبني فلان وفلان، التاني عجبه فلان وفلان وفلان، التالت عجبه فلان بس، وهكذا. الأعلى أصوات هو الفائز في هذه المجموعة. اتفقنا كده؟ أعتقد الطريقة باتت واضحة. ساعدنا بتصويتك، واوعى تصوت قبل أن تستمع إلى الخمسة دي. أمانة في رقبتك، ودنك أمانة، اعطي ودنك لمن يستحق. شكرا لكم، ونلتقي في الفيديو القادم علشان نوضح خمسة تانيين من المشاركين ونحلل أدائهم. شكرا لكم والسلام عليكم.